هذه أهم 77 ثانية لازم تعرف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم فيصل السيف، وخبري الأول عن قطاع الأعمال المخصص للجوالات في شركة إنتل. في محادثات أنه أبل يمكن تستحوذ على هذا القطاع، ومنها تملك بعض التقنيات أو براءات الاختراعات حقة الـ5G. قيمة الصفقة المتوقعة 1 مليار دولار. وإنتل قطاع الاتصالات أو قطاع الجوالات كانت تفكر من شهر أبريل أنها تستغني عنه لتقليص أعمالها في هذا المجال. نزل التحديث حق 12.4 للآيفونات. أول شيء احرص يكون عندك كلمة السر واسم المستخدم للآي كلاود حقك، احرص على انك تسوي نسخة احتياطية وبعدين قوم بالتحديث. التحديث يجيب تحسينات أمنية بالإضافة إلى كثير من التحسينات على بعض التطبيقات، منها إمكانية مزامنة المحتوى بدون الاعتماد على أسلاك أو على تطبيق الآيتونز الأساسي. مصطلح اليوم TOF، اختصار ل Time of Flight، وقت الطيران. كثير من الجوالات مؤخرا قاعدة تنزل بكاميرا إضافية تستخدم خاصية TOF، ابتكرتها سوني وشركات أخرى، ولكن سوني هي أكثر اللاعبين في هذا المجال. والهدف الأساسي قياس الأبعاد بشكل صحيح وإعطائك صورة بورتري أجمل وأنسب لك على جوالك. اخترت لكم أسعار الجوالات المتوسطة من متاجر إلكترونية مختارة. هالفقرة ما فيها أي تسويق، هذه متاجر إلكترونية قاعدين نحاول نلاقي الأسعار الأرخص ونقارن لكم إياها ونحطها في هذه الفقرة. أيضا إذا ودك بنسبة تفاؤل ضخمة، شوف تغريدة عوي قدر الله عليه وتم تشخيصه بسرطان القولون. إن شاء الله يا رب العالمين يستمع العلاج والأمور طيبة وحيتعافى منه ويتشافى، الله يعطيه الصحة والعافية. ولكن ما قد شفت تغريدة بهذا الجمال وتغريدة بهذا التفاؤل، فالله يحميه ويعطيه الصحة والعافية. حط لكم رابط التغريدة نهاية الحلقة. كل حلقة سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. شكرا.